عندنا تقرير الراجل راح وجه وراح وجه ورجع في دكان ابوه في باب اللوق وعمل مشروع كويس. الاصرار، العزيمه، الحلم اللي الناس ما بقتش بتحلمه، الناس مش عارفه. فتعالوا نشوف حسن قصة حياته لطيفة جدا، وهو كمان شخص لطيف جدا وعمل حاجة حلوة جدا في باب اللوق، عمل مطعم جميل. لكن شوفوا الإنسان لما يكون عايز يعمل طول الوقت حاجة يبقى إزاي دؤوب كده زي حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمود. ازاي حضرتك؟ الصحة الله يسلمك. طيب يا باشا. ايه الحاجات الحلوة دي؟ الله أكبر. مطبخ حلو أوي زي الفل. الله يحفظك يا رب. الله يخليك. شكرا. ده كابوريا؟ كابوريا. اه. وأنا هنعمل دلوقتي طبق قدام حضرتك. الشغل بتاع ده عشان شغل مجمع، أنا هنعمل واحد. بس إذن حضرتك ترجع ورا شوية. كويس. آسف. بلح ده؟ لا ده الجندوبلي حضرتك. جندوبلي. جندوبلي. ده الجندوبلي. نيجي بعد كده انا هعمل لحضرتك بقى ايه؟ ايه ده بقى يا معلم؟ نعم. ايه ده؟ دي شوربة السي فود. شوربة. يعني الكابوريا ناقصة رجل الدع دي، ما جمبري مش عارف ايه. تحطها هي إيه دي اللي بتعمل. ده البهريز كله. الله يفتح على حضرتك، هي إيه دي اللي بتعمل الشغل يا استاذي. يلا. هات لي كابوريايا من عندك يا محمد. عايز ايه؟ ماشي خلاص. الكابوريايا جاهزه؟ ماشي. ده بقى كده هو ده بقى الطبق بتاعنا اللي حضرتك نعمله قدام حضرتك. ده الكالاماري. اه. الجمبري هنشتغله لوحده على جنب. ليه؟ علشان ما يتريش حضرتك. ده كلاماري مع كابوريا. مع الكابوريا. مع البهريز. مع الجندوبلي. بنديله شوربه. ملي معايا في الصلصه يا اولاد. ماشي يا عصام. يلا يا معلم. جاي انا؟ ايه ده؟ نعم. ايه ده؟ ده جمبري حضرتك، بس هي دي التوابل بتاعته. يا سيدي. الجمبري. بسم الله. احنا الحمد لله رب العالمين. احنا عندنا المحل بنعمل طبق واحد حضرتك. انا عارف. قالوا لي طبق واحد. طبق واحد بس بقى احجام. بتفاصيل بقى. ايوه حضرتك. يعني في طبق فيه كاليماري، في طبق فيه جمبري. حسب اللي هياكل بقى هو اللي هو عايزه. اللي هو عايزه. والاسعار تختلف بقى. اكيد سعادتك زياده السعر. زياده الاسعار حنينه شويه. والله هي صعب. صعب. ربنا يصلح الحال يا استاذ محمود. بس يعني الطبق اللي فيه جمبري غير الطبق اللي فيه كاليماري، مش كده ولا ايه؟ لا 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 لا، احنا كل حاجه بنحطها. بس انا بتكلم على السعر، على انواع الاطباق. لا 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 لا، اللي بيتحط في ال 150 بيتحط في ال 200 بيتحط نفس الحاجه. يعني نفس الانواع. فرق الحجم يمكن؟ زياده سعر، زياده مكونات. مكونات يعني ده اللي انا بقوله. يعني بدل ما نحط الكابوريايه صغيره مثلا، لا بتكبر الكابوريايه. الجمبري بنروح مزودين، الكالاماري، الجندوبلي. بس هو ده الشغل بتاعنا يعني. دي جمبريايه بقى محطوطه على القوطه مع زبيط. ايوه. اللي هو بيقولوا عليه كريمواري. جمبري 30 سنه في ايطاليا يا معلم. ايوه. لا 24. 24 سنه؟ 24. وايه اللي وداك ايطاليا؟ والله قاعدين على القهوه، انا هنا اصلا من عابدين. يلا نسافر. انت اصلا من عابدين؟ من عابدين حضرتك. طب خلاص بقى نقعد نتكلم جوه. بس انت قررت تسافر ازاي؟ والله جت كده كده. كان ايام كان ايه بعد الحرب، انا خلصت جيش
انت بتتكلم في منتصف السبعينات مثلا؟ انا سافرت 26/3/76 لوحدك؟ لا انا واخويا، يعني اكتر من اخويا، اللي هو دلوقتي انا سبته بقى ونزلت، هو بقاله 43 سنه في ايطاليا. عنده برضه ما شاء الله مطعم حاجه جميله. وكنت درست ايه قبل ما تسافر؟ نعم. كنت درست ايه في مصر؟ لا انا كان معايا دبلوم حضرتك. وما كنتش بتتكلم ايطالي ولا حاجه؟ لا 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 لا، ولا انجليزي ولا حاجه. ولا يا شاط انجليزي، حاجات بسيطه كده زي البغبغانات الغبيه، بتسمع كلمه تقولها ترجع البيت الكلمة دي بتقول كذا، وانت بقى فرحان بتتقايم على الناس اللي ايه اللي ما بيعرفوش. صح. ما انا عرفت الكلمة دي. صح. بس كده. واحدة 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 واحدة. سافرت ازاي بقى؟ بطيارة؟ على ايطاليا. جبت فلوس طيارة منين؟ دي كانت ساعتها حضرتك كانت ب 150 جنيه بس. لا 84 جنيه رايح جاي. 84 جنيه رايح جاي سنوية. وكان والدك موجود. وفاتح هنا فول وطعمية. لا. ده في المحل الثاني. الثاني القديم اللي هو في لسه موجود؟ لا هم طردونا. طردونا. هدوا البيت؟ لا. قال لك خش شريك يا بلاش. طبعا اللي هو صاحب العين يعني. قال خش شريك يا عم ما ينفعش يعني. قال لا خلاص مش هجدد لك العقد. يعني انت ما اشتغلتش في محل ابوك؟ لا لا لا، بس اول ما رجعت من ايطاليا قعدت شويه، انا كان عندي محل في شرم الشيخ. قلت اشتغل فول وطعميه، ده كان المحل بتاع ابويا. فحضرتك لقيت بقى ايه صعبة صعبة صعبة. قلت لا 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 لازم تصحى الفجر وبتاع وقلق وبتاع. قلت لا ما ينفعش. فعملت طبق، نزلت سوق العبور جبت شوية حاجات. كان لنا صاحبي ناس اكتر من اخواتنا، رفعت في المحل اللي جنب المحل بتاع والدي. دي كان صاحبه اسمه علي. لما رجعت والدك كان عايش؟ لا لا كان توفى. بس انا كنت بس انا كنت بنزل مرتين في السنه. مرتين في السنه. وكان المحل اتقفل بتاع والدي ولا كان في حد مشغله؟ لا لا لا، كانت اختي قعدت فيه شويه، موظفه قعدت شويه، وبعد كده لما انا نزلت انا ما كنتش حابب ان انا اقعد في المحل، فكله قال لك جرب ومش جرب وبتاع. حاضر. بعد ما منفعش مشروع شرم الشيخ؟ لا 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 لا، كان عندي المحل في شرم الشيخ. كنت مأجره. فقلت لا مفيش مشكلة. كنت محضره قبل ما تيجي. نعم؟ قبل ما تيجي. قبل ما تيجي من ايطاليا كنت بتجهز المشروع ده؟ لا لا لا، ولا بجهز لحاجة خالص. ما كانش في الدماغ خالص يا سيد محمود. حتى في الراجل في المطار لما بديله الإقامة بتاعتي قلت أنا خلاص نازل مش عايز أرجع. قال أنت اتجننت. والله بنفس اللفظ. قال لي سيمباتسيتو. من ايطاليا يعني انت اتجننت. قال لي الناس بتدفع فلوس علشان تيجي. انت مش عايز تقول له لا خلاص. وانت ايه اللي خلاك ترجع؟ انا ولادي هنا. انا عندي بنتين ما شاء الله يعني. ما خدتهمش معاك هناك؟ لا زوجتي ما كانت معايا ما حبتش. ما كانت معايا. كانت معاك الفتره الاولى. كان في حامل في بنتي الاولانيه، قالت لي انا مش قادره. انا قلت لها اقعدي هنا والدنيا حلوه يعني المستشفيات ومش هنقل. قالت لا مين اللي هيقعد معايا؟ فطبعا كلام منطقي، انت ممكن لا اقعد. لا بس ما ينفعش حضرتك. ما ينفعش يا استاذ محمود. رجعت. وايه اللي خلاك زرجنت فجاه كده؟ فين؟ من ترجع من ايطاليا. لا مش زرجنه. اقول لحضرتك حاجه، هي اولا بتبقى يا استاذ محمود ده انت كنت بتيجي كل سنه مرتين وممكن تبقى ثلاثه بعدين ما يعني براحتي. كان براحتي كويسه. كان الحمد لله رب العالمين. بس كان في فجوه. في فجوه بيني وبين ولادي. يعني انت ولادك بس اللي خلوك خدت القرار؟ رغم ان مالكش شغل هنا. لا 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 لا، ما كانش في الحسبان الموضوع ده. فكل ما حضرتك تنزل يعني الاقي مثلا ولادي وهم صغيرين، انت مثلا مع خالهم، ايه خاله حاضنينه الله يعز جس الجوافه كده. دي بتوجع من جوه. مفيش تفاصيل لا لا حضرتك. ساعه ما بتقعد الشهر عشان تاخد معاهم بتمشي خلاص. خلاص الاجازه خلصت سلام. ما انت بتيجي بقى يعني مين ده اللي جاي؟ كل ست اشهر بتيجي تقعد معانا شويه وتمشي. هو لما ربنا اراد بقى لا ننزل خلاص. ورجعت من كام سنه بقى؟ أنا من 2000 سنة 2000 سنة 2000 تعالى بقى نقعد لأن أنا ولعت صراحة. حاضر. أنت بتقعد كده من الساعة كام؟ والله أنا الشباب دول أنا اللي معلمهم، دول ولادي يعتبروا عصام وهاني ومحمد وعلي
كلهم بيعرفوا يعملوا الشغل بتاعي. طب انت بتيجي تبص؟ لا انا ببقى الصبح لحد الساعه 6 هم الطقم بيخش. انت ناس تبدا تاكل عندك من الظهر؟ بيبقى من حوالي الساعه 1 1 وشويه يبدا يفتح المطعم. لا بس احنا ببقى هنا الصبح، انا ببقى الساعه 8 ونص. بتوضب بقى؟ قبل ما يجي لك السمك والحاجات اللي هتحضر الحاجه اللي عايزه تتقطع وتعمل. ب 6 6 انت تمشي وتسيب الشباب. اخويا عبد الله بيقفلوا 9 ولا 10 ولا لا 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 سهروا. احنا المطبخ عندنا من الساعه 1 ل 1، من واحدة الظهر لواحدة. ما شاء الله ماشي رجع حد. يلا طيب نتبل ده ولا ما هو نشوف الطبق بقى، عايزين نشوف الطبق. حاضر. فين الملح بتاعي يا اولاد؟ الملح بجيب شويه شوربه حسن. يا نهار قشطه يا نهار قشطه. هات لي يا علي. فين علي؟ مش تقبله معانا يا واجد. هات ال هات الكوبايه يا علي. هات الكوبايه للاستاذ محمود. يلا شويه شوربه صغيرين. ايوه لا انا هديك دي عشان دي بالتتبيله. لا دي سخنه ودي ما تاخد. طيب لا دي عشان دي هديك شوربه الجمبري. شوربه الجمبري بس 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 الله. لا بس تعجبك حط عليها حاجه ولا هي كده؟ لا 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 هي كده بس. مطبوخك زي الفل. الله يكرمك يا الله يكرمك. اكلك زي الفل الحمد لله. جمبري غالي قوي بقى غبي. لا والله 400 جنيه بيقولوا الكيلو مش لا 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 مش كده. لا لا يبالغوا ساعات. بس هو غالي غالي يا استاذ محمود. يعني والتجار مش هقول ان هو كلهم كده، بس هي السوق بتاعنا فقير. بمعنى يعني في ايطاليا كان بيجي حضرتك الطيران الشرطه جايب الحاجه، كان السوق يبدا من الساعه 6 ل 8 جاي على طول. على طول حضرتك يعني سلمون كان هنا مفيش كده. هنا ممكن تلاقي حاجة جميلة بعز منها تاني. يقول لك لا معلش ما فيش عربيات تجيبها النهاردة. مفيش خلاص هتنزل سوق العبور. بيقعد بيعمل السمك بالطيارات. طيران شرطة. لدرجة ان كان في سوق بتاع الخضار هناك علشان اليابانيين كتير بيبقوا في ميلانو او في ايطاليا بقى يبعتوا يجيبوا لهم الفاكهة بتاعتهم بياكلوها. يا سلام اهو حياة ربنا. انا كان ليا طيارة على طول تمام شغال على طول. مفيش الكعبله بتاعتنا هنا احنا لا اله الا الله بس يعني. ده الكبار هتتكلم ما شاء الله. الله اكبر تخني. يلا مين معايا؟ مين يا هاني؟ فين يا هاني؟ يلا ورينا طبق بقى بعد ما ايه. تعالى بقى جينا المطعم عمك حسن بقى عشان نعرف ايه الحكايه. لا في سلطه بلدي حلوه. خلصت؟ طيب لقينا في المطعم ده ملاصق لعماره استراند الشهيره اللي فيها طبعا شاهين فسخان الشهير. ولقيت زباين انا قاعد على عم حسن يجهز التصوير وكده جايين من التجمع وجايين من مدينه مصر تعودوا على طبق عمك حسن. ايه بقى الحكايه يا معلم؟ والله انت اصلا درست دبلوم تجاره ولا صنايع؟ لا صنايع. درست ايه؟ ميكانيكا. مالكش دعوه خالص؟ لا 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 لا. ولا كنت بتطبخ في بيتك ولا ليك؟ ولا حاجه خالص. مالكش شغلانه؟ لا ما دورتش. ما دورتش؟ ما دورتش. مشيت؟ مشيت. واحد صاحبك حبيبك اللي هو اخوك زي اخوك يعني. ايوه. خلصت جيشك؟ خلصت جيش، كان المفروض بنقعد ست اشهر بعد نخرج من الجيش. لقينا سكه واحد بعد ثلاث اشهر خلاص دفعنا 30 جنيه وطلع لنا تسريح السفر. ده اجراء قانوني يعني. طلع لنا تسريح السفر واحنا مسافرين ب 84 جنيه تذكره زي ما لنا قبل كده. كانت ال رايحين فيزا ما فيش. كان صاحبك اسمه ايه؟ صاحبك اللي هو زي اخوك ده اسمه نجيب. نجيب. انتوا الاثنين ما عرفوش حاجه؟ كنا احنا ثلاثة بقى تلاتة. نجيب وراشد وانا. فركبنا الطيارة فقاعدين بيعيطوا. طيب انتوا عيطتوا ليه يعني؟ هروح نشوف الدنيا. كانت الفيزا في القنصلية هنا بتاعت ايطاليا كانت ب 2 جنيه ونص.
2 جنيه ونص. وعادة ما فيش حاجة بتترفض. لا كان ساعتها بقى كان ساعتها في 76 الدنيا مختلفة. وكان مصر بقى أيام الحرب وكان ابتدى يتعمل أكتوبر مع الله يرحمه رئيس السادات، فكانت حاجة حلوة يعني. حتى اللي ما بيعرفش يجيبها من القنصلية كان في شركة موجودة لحد دلوقتي، شركة سياحية استيمار بتاع طلبر ادوان طلبر، انا فاكر اسمه. كان بقى جيبها ب 10 جنيه ب 10 جنيه حرامي. صح، 200 جنيه ونص 10 جنيه كان ساعتها حضرتك. ما هي تذكره ب 84 جنيه 84 جنيه كانت السنويه. رحت انت ثلاثه ما تعرفوش ولا مخلوق هناك؟ لا كان لينا ناس معرفه هناك، بس احنا رحنا اول ما رحنا قال لك ايه اللي جابكم البلد ما فيهاش شغل. ده كلام سنه 76. على فين بقى؟ كان في ميلانو. في حته زونا هناك معروفه او منطقه اسمها بورتا فينيسيا. اول استقبال قال لك ايه اللي جابكم؟ ايه اللي جابكم؟ ما فيش. هم اصلا في 2 كانوا بيعيطوا. فالمهم لقينا بانسيون كانت الليله ب 11 جنيه. جنيه مش دولار، خلي بالك. 11 جنيه ايطالي. ما كان ياما كان الجنيه جنيه ايطالي. لا كان بيعمل حوالي 2 جنيه مصري. كان بيعمل حوالي 2 جنيه مصري، يعني 22 جنيه. فالمهم يعني طبعا قلنا بقى خلاص لقينا السكن ما فيش مشكله، ننزل بقى عايزين ندور على 11 جنيه دي انتوا الثلاثه؟ لا لا لا، الواحد كل واحد. فقلنا بقى عايزين ننزل نشوف الشغل يعني نشوف الدنيا. كان معاكم قد ايه بقى كل واحد؟ كان ما فيش بقى 40 جنيه ايطالي او حاجه زي كده. فحتى كنت تيجي تسال حضرتك على الشغل، نسال يا جماعه تقول ايه، يقول لك اسال في تشيلافورو يعني في شغل. طبعا في اللي كان يبص لك ويضحك ويقول لك لا، فانت طبعا ما بتعرفش انت بتعزم وخلاص. ممكن واحد يشتم انت برضه عادي خالص بتعزم، انا ما اعرفش. واحده 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 يجي بقى المعرفه بيقول لك مثلا في مكان في المنطقه دي روح اسال هناك. او واحد لقى شغلانه يعني يبقى شغال شغلانه، ولقى شغلانه تانية فيجي يقول لك اقعد مكاني. ويروح هو يجرب. حلو قوي. لا بس كان في الاواخر بقى كانت حاجه بايخه، لانه كانوا ابتدوا يبيعوا الشغل. تحولت بقى عايز تقعد مكاني. هات كذا. ما بينفعش يعني. واحده 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 واحده. اشتغلت ايه بقى؟ انت قال انك اشتغلت كل حاجه على طول. اشتغلنا اول ما اشتغلت في منسا تبع مصنع، مكان زي مطبخ تبع مصنع بيتاكل العمال يعني. يعني طبعا تغسل الاطباق ما تعرفش حاجه. كويس قوي. اكيد يعني اكيد. كانت اليوم ب 5 جنيه ايطالي. حلو يعني. قعدت قد ايه تغسل صحون اطباق؟ لا والله جت الظروف خدمت يعني. رحت مكان وبدات بقى اتعلم لغه. من الشغل. من الشغل حضرتك. لقيت شغل في منطقه اسمها باولو ساربي دي برضه في ميلانو. كان بيتسارية. قال لك ده اجنبي ويعمل لك بقى على شعرك كده، بص عينين الفراعنه. كان ايامها بقى اسمها الكنيشه ريتشولينو. يقعد يحسس على دماغك كده عشان تطلع الاهلي. يجي ويروح يديك على قفاك. دي محبه في الواد. اول مره الراجل بيضرب على دماغك. الله يستر عايز تتكسر. هم هناك بيهزروا كده. لا بيحبك. فالمهم قال لك اقف على الباب. واحدة 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 بقى ابتدينا نتنطط. اشتغلتي بقى تاني بقى؟ لا كله في مجال المطاعم. كله المطاعم بس. ما بتطبخش؟ لا قعدت انا في المكان ده برضو كام سنة. كان في الله يمسيه بالخير سينيور ايتالو ده، هو يعني ساردو من سردينيا قصير كده، اللي هم غاويين بقى يعملوا التتواج بقى وبتاع وسيجار والهافانا دون والطية الامريكان وبتاع والقمصان الكرهات كذا. كان هو بقى يعني كان راجل جميل. ده كان عنده مطعم. ده كانت الكاتينة سلسلة مطاعم. كان ثلاث اربع مطاعم اشتغلت معاه. قعدت معاه فترة بقى. لحد ما كنت خلاص بقى قررت موضوع النجوم. ده بقى طبق يعني مخصوص ولا تعالى هنا؟ فين المناديل؟ ده طبق مخصوص ولا شالوه؟ ولا ده الطبق العادي؟ ده الطبق العادي ده بيبقى فيه حضرتك جمبري وكابوريا وكاليماري وجندوفلي. انت مش مزود حاجه؟ مش مزود. ده طبق عادي. دي بس دي اكبر وجبه عندك. لا ده دي الميديم. دي الميديم؟ دي الميديم.
دي بتبقى تروح من اسعار من 200 مثلا 250 حسب زياده الكميه. يعني الطبق ده حسابه كام؟ ده حسابه 200 عشان الانتاج بس. ده 200 ده 200 ده 200 ممتاز. مع حاجات بقى الاستاذ محمود تثبيت يعني. وبعدين يا ابو علي ايه يا حبيبي؟ طب ما لا خليني بقى في الخواجه ده. قعدت معاه كام سنه؟ قعدت معاه بتاع 7-8 سنين. ومشيت بقى خلاص؟ اه كان خلاص بقى. انا اخر واحد. انت اللي مشيت من عنده. كنت بقى عملت فلوس كويسه؟ اقول لحضرتك حاجه، والله 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 تهزروا 7 سنوات سيدي. اني كانت مشكله اولا يعني انا ملاش يعني انا ملتزم، مفيش بقى تنطيط مفيش بتاع. تبص لحضرتك اللي سالت دي يا واحد يعرف انت عملت ايه. طب ازاي انا لما جيت هنا ما حدش يعرف الرزق فين، لقيت هنا سبحان الله. قلت يا ريتني بقى ما كنت سامعك. صدق يعني لما جيت انا الوضع اختلف. الوضع اختلف. انت لما رجعت ما كنتش عملت الفلوس اللي تحس؟ لا 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 رجعت تاني يعني مفيش يعني ما اقول لحضرتك كانت يكملوا 170 180 الف جنيه. ما تعتبرش حاجه تستمع عليها، لازم تشتغل تاني. لا هي بقى اللي فعدني مثلا ايه؟ ان انا لما قلت انا همشي المكافأة بتاعت الشغل يعني بتتعمل في سكة كده بتقدم أوراقك هناك يديك ربع اللي أنت تستحقه في البنسيون اللي هو لما تتم الستين. بيدوك فوق فبرضه عن طريق يعني سكة كده في ناس أخذت فلوس لقيتهم مطلعين لي إيطاليا برضه إيطاليا لبط يعني مش 15,000 يورو 15 بس كان هنا في الوقت لما جيت اغير كان ب 6 جنيه وربع كده. طبعا انت حلوه سندت. جيت هنا مفيش حاجه خالص. لا فكرت في شرم الشيخ. كان انا في التسعينات كان في المحل بقى ده في شرم الشيخ كنت واخده تمليك. فضل قاعد لما نزلت بقى كانت لسه الدنيا حلوه فبقيت اجر بيت اجر. وانت ما بتشتغلش؟ لا ما كنتش لسه فكرت بقى في حاجه. بدات بقى القصه بتاعت المكرونه والسيفود والحاجات دي. المحل بتاع والدي هنا وبعد كده جينا. ايه علاقه بقى محل والدك بس القصه دي؟ محل والدك كان توفى وانت في واختك اشتغلت فيه شويه وبعدين اتقفل. كان مقفول بقى. انا جيت فتحت المحل بتاع والدك. عملت فيه ايه بقى؟ كنت اشتغل فول الصبح بعد الظهر بعمل سندوتشات. ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. لان حتى ما كنتش بجهز حاجه. عايز طعميه تتعمل الطعميه اكسبريسو في الحال. ما عنديش حاجه جاهزه. يعني تعمل الطعميه وتسيبها عايز البطاطس تعمل لك في الحال. كنت شغال بمزاجي يعني لدرجه ان انا كنت جايب الموتور مثلا عشان يدق الطعميه مش منعا عشان ما لقش حد ما عملش دوشه. كنت بروح اعملها بره. الفول كان في واحد عندي بوابة المتولى راجل من بتوع زمان اديله القدره يعمل المستوعب. الله يفتح عليك يا استاذ محمود. فجيت كان خلاص بقى جاي عليا اول رمضان فقلت خلاص بقى انزل اجيب علب وبتاع عشان الفول. اول يوم جيت اقول لك لا احنا عايزين في اكياس. لا 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 ده انا عامل لكم علب. ساعتها قلت والله ما هشتغلها. كان في قدام واحد واقف بعربيه عايزين كيس نايلون وخلاص. ما هي خلاص بقى ما هي كنت زهقت. في رمضان ده يوم شغل الفول اللي على وجهي. لا 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 انا قلت كده. فجينا انت الفول ده انت رحت مديله العلب اللي انا جايبها. قال لي ايه ده هجيب حقها منين؟ قلت له لا مش عايز فلوس خدها. وساعتها بقى قلت مش وقفلت بقى. بعد رمضان بقى رحت شغال انا الشغل بتاعي يوم الوقفه في المحل ده في المحل الصغير تعبوك الصغير. عملت ايه بقى؟ كنت رحت نزلت سوق العبور رحت جايب شوية جندوفلي وكلاماري وكابوريا ومش عارف ايه. فصاحبي اللي دي فكرة جات كده قلت انا هجرب. ومش ما كانش في الدماغ يا استاذ محمود والله. فكان في صاحبي ده هو رفعت وعصام دول محل بتاع احذيه جنبي. ناس عشره قديمه يعني ناس جمال. فاليوم قلت لهم انا هدوقكم طبق قولوا لي بقى يعني ينفع ولا لا. في صاحب رفعت ده كان اسمه علي ده مهندس كان ليه هو كان طبق حاجه زي كده. انا عملت يعني المكرونه دي بتتميز بانها مسلوقه في الميه دي
لا هي مسلوقه في ميتها العادي، بس احنا بنديها الشوربه بتاع الشغل دوت. يعني بتتسلق في ميه عاديه؟ لا ما وبعدين تروح حاطط عليها كوبايه شوربه من انا شربتها دي مدوخاني. انا شفت. المهم قلت لهم هدوقكم طبق. فقال لي بص انا اكلت عند جندوفلي وكلت عند ادوره وكلت عند مين ومين ومين. ده صاحبه. لا صاحب رفعت دوت كان اسمه علي. قلت له حاضر. فروحت داخل المطبخ كده ورحت عامل الطبق. قال لي بس لو في حاجه مش عجباني هقول لك. قلت له ماشي. فسبحان الله فعلا. قال لي اقول لك انا ما دقتش ودقت ومش عارف ايه. قعد يشكر. قلت له بس من اللحظه دي انا هشتغل الشغل ده. بعد رمضان على طول. دخلت في العيد بقى ورحت اشتغل المحل اللي هناك. المحل اللي هناك. كانت الناس تاكل ستين بقى؟ في الشارع. كان عندي ترابيزات صغيرة. أربع ترابيزات وكراسي بلاستيك. كنت أنا لوحدي. لي وحدي. كنت فيها حد. أنا لو تيجي تدور على صناعي ما فيش حد. أنت اللي بتغسل حاجة وتحمر كله كله يا أستاذ محمود. ما هو ده هو ربنا سبحانه وتعالى اللي كان بيعينه. والولاد كانوا كبروا. ما خلاص بقى الأولاد كانوا في الجامعة بقى خلاص. مش متضايقين بقى من إنك أنت شغال في الشارع؟ لا 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 لا. أنت في محل محلك. المهم تشاء الظروف كان في واحد ولد وبنت طلينا هنا شغالين هنا. فايه معادين هم بيتكلموا عربي. فكان جنبي فرن. فبيسالوا احنا شاملين ريحه غسان مش عارف. قال لهم ده واحد اسمه حسن كان شغال في ايطاليا وبتاع ويعمل حاجات. لقيته جايين وقيت شاو مش عارف ايه. قعدنا نرغي شويه من ايطاليا الحمد لله رب العالمين. قال له طب احنا هنبقى نجي لك يعني وبتاع. الكلام ده الاسبوع اخر الاسبوع ببص لقيت حوالي 12 13 واحد من طلينا جايين. طب انا هجيب لهم اماكن منين؟ المهم انا عندي طبق واحد عامل الطبق. فهم يقعدوا فين؟ الاربع ترابيزات ما فيش. راحوا قاعدين على باب المحل. وقاعدين كل واحد ماسك الطبق بتاعه وبياكل. عملوا جو. عملوا بقى سبحان الله. فاللي رايح واللي جاي في حاجه غريبه. دول اجانب وقاعدين بياكلوا في الشارع و... يا سلام. شغلوا الاغاني بقى الايطاليه وبتاع. فالدنيا ايه احلوت يعني. عملوا لك جو جامد جدا. عملوا ايه؟ في المنطقه كلها. سبحان الله. مشيت الدنيا طبعا. من فضل الله طبعا. هي كانت هو ربنا عايز كده يا سيدي محمود. هو ربنا بيريد اني فاعل الا ان شاء الله. رحت وجيت وسافرت ورجعت. هو كان رزقك هنا. هشوف هو كان رزقك هنا. لو ما حدش عارف رزقك مستنيك هنا. ما لا حول ولا قوه الا بالله. انت انا كنت بتسخن. مع ان المفروض الناس تتصور الواحد لما يسافر يشقى بره 20 سنه يبقى له رزق هنا. هنا زائد العروض بقى اللي جت هنا عروض رهيبه. يعني منهم من كام شهر في الاستاذ امجد المناوي ماسك شغل بتاع ناس سعوديين. كان في مقاله عايزينك علشان اروح لهم السعوديه لدرجه العروض ان انا اروح يوم في الشهر. مش حاسس. مش قادر يعني. مش عايز. لا ده طب رشح قلت لهم حد من الولاد عندي لو انتوا عايزينه يروح وبتاع. قالوا المرتب اللي هو عايزه. امال انت عايز ايه؟ انا عايز الصحه والستر. ده هو دوت. واشوف الدنيا حلوه والناس حلوه. وواضح ان انت تاثير ايطاليا عليك خلاك تحس دايما بانك انت عايز تبقى حر. يعني انت لو طلبوك مثلا في احسن اوتيل في مصر تعمل الطبق دوت هتروح؟ لا لا هي خلاص انت بتحب حاجتك انت. والله يا استاذ محمود انا شكلك كنت بتطبخ متكيف. يعني والله لا مزاج. صدقني انا يعني انا لما الراجل هناك الله يكرمه بعد ما مشانا هناك من المحل قلت اوسع بقى ففضل المحل دوت. فانا اخدته بقى ايه المحل بتاع والدي. احنا اتنقلنا بقى من محل والدك سبته خلاص؟ لا ما كان موجود. جيت هنا بقى. موجود ورحنا عاملين طاقه كده بقى المحل تاني في شارع التحرير بقى. من الاثنين ده بتاع ابويا بقى المطبخ التاني. وده المطعم بقى. وبعدين ده كل ده في حدود ده 15 18 سنه دول. لا 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 اقل اقل. انت بتقول جيت سنه 2000. بس ما جيتش ما اشتغلتش على طول. لا المطعم ده فتحته امتى بقى ده؟ دون احنا ماشيين في السنه الثالثه. الثانيه انا قعدت بقى. ده انت اشتريته ولا ما اجره؟ لا ما انا ما بيبيعوش. ما بيبيعوش. انا استاذ محمود الثاني الله يسهل له بقى. هنأجر له هجدد لكم العقد ومش عارف ايه حاضر وبتاع. انا كنت بدفع 9200. انا وصلتهم ل 20000. مرضي. عشان
قال لي خش شريك يا بلاش، قلت له ما بشاركش حد. حب الشركة لا احسن حاجة. لا انا هلاقي نفسي شغال عنده يا استاذ محمود. هو بقى عايز يقول لي ايه ونعمل سلسلة مطاعم وعشان ما نتعبكش نجيب لك عربية بسواق وبتاع ونلف وانا لف وانت قاعد بقى بيت تجي له وما تيجي تقول له انت فينك ولا انت عارف ان انا مش شغلتي. لا يا حبيبي فتح هو مطعم على اني انا امشيت هو دخل مكاني. سبحان الله لا دي مشكلة فشل. يا ايام المطاعم بتتجدد والله يا استاذ محمود وحياتي النعمه الطاهره دي كان في ناس بتقول ده ذنبك تاخد لهم اخواننا ما ربنا الحمد كريمني. لله الحمد لله ربنا كرمني انا الحمد لله. طب انت بتفكر بقى تطور الدنيا هنا ولا الدنيا هنا كده معاك متظبطه كده؟ يعني الناس قالت لي عايزين نفتح في مدينه نصر لا 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 ولا مش هتسيب المطبخ انت ابدا. لا مش كده انت عارف يا استاذ محمود الانتشار الحاجه ممكن تبهوأ منك. يعني ممكن يقول لك حسن فين او قاعد ممكن اكون قاعد بره على كرسي جنب الولاد بس وقاعد انا قاعد طبعا هتيجي انت مطعم بعد تبقى تقعد اللي جاي مثلا عايز يشوف فين حسن ده ده ما جاش حسن المحل وبعدين انا ما كنتش عايز تقدر تعرف بينك وبين نفسك كده طبعا كل حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى بس تقدر تعرف انت نجحت ليه؟ انت نجحت ليه؟ نجحت طبعا احنا عارفين ان كل حاجه بيد ربنا والحمد لله وكل الكلام ده تمام انا ما بينك وبين نفسك انت ايه اللي نجحك؟ انت شفت مع ان انت ما نقدرش نقول عندك موهبه في الطبخ الا مؤخرا ده هو ربنا عايز كده ما الولاد انا اللي معلمهم بقى يجي واحد برضه ما حدش هيطلع بس بيبقى في دايما سبب تاني بين البني ادم وبين نفسه بعرف يعني مثلا انك انت صاحب مزاج ان انت تحب الحاجه نظيفه انك انت تحب يعني في حاجه انت بتعملها العنايه الاكثر الجهد الاكبر يعني حد لما يفتح مطعم زي ده كده تمام يجي بقى الساعه واحدة يقعد بتاع 20 3 ويمشي ويطمن معلم بقى ما دي لا طبيعي لا طبيعي لا مش طبيعي هو هنا عشان هنا بس بيحب يبقوا معلمين بس اصل الحاج لسه صاحي من النوم الحاج لسه مصطفى حتى لما عملت فول الطعميه قلت نعمل الطعميه سخنه بطاطس سخنه كان دي التزام مش حد بيعمل كده عشان بتعمل حاجه بحب اديك قلت كلمه ايه الالتزام ما هي دي الحاجات الواحد استفادها يعني واضح ان انت لما سافرت انا كنت ملتزم لا ما هي هو الالتزام لازم تحب الحاجه اللي انت بتعملها تحبها هتبدع فيها ما هي حضرتك خلاص انت بتحب الشغله دي يعني تيجي تقعد اقعد مكان اخويا على المبنى وخلاص اتخنق اخوك هنا اخوك اخوك لا لا ما احنا كله عارف انت عندك عندك اصدقاء ما شاء الله يعني من فضل الله ربنا يكرمك الله يكرمك انا انبسطت جدا اني شفتك وربنا يوفقك يا رب ومبسوط لانه انت تدي طاقه للناس يعني مش بس في اللي انت فيه النهارده لا من الاول خالص انك انت ركبت الطياره ومعاك 50 جنيه ايطالي او 50 ليره يعني ورايح التسعين دي كانت بتاعت ربنا يعني ملناش حاجه فيها ملناش حاجه فيها ورغم انك انت رجعت المفروض بقى راجع من ايطاليا بعد قعدت 24 سنه بدات شغلانه جديده ومجال جديد ومع الناس هنا ودكانه صغيره فول وطعميه ما ترددش اشتغل شوف الهمه يعني بدأ ودايما بيجدد في حياته. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه الواحد يعني جه لي عليه وقت قلت انا عايز ابطل بقى شغل بس ما قدرت لا علشان الولاد ما دول خلاص دول تربيه المكان ما هم 11 شغالين هتسيبهم يروحوا فين وخلاص كل واحد زمان حضرتك شايف وبعدين هتبطل هتعمل ايه؟ ما هي دي المشكله يا استاذ محمود دلوقتي انت بتعمل حاجات كلها بمزاجك متعه برضه لما تلاقي واحد جاي لك الراجل ده جاي لك من مدينه نصر ده اهو السلام عليكم بيجي لك باستمرار من مدينه نصر حاجه حلوه والله في ناس بتيجي من المنصوره ناس بتيجي من اسكندريه ومن بنا دلوقتي انت بالتليفونات تبعت الطلبات ولا يجي حد ياخدها؟ لا 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 ما عنديش اي حد يجي ياخدها يعني دليفري لا شاكرين يا عم حسن ربنا يكرمك ويديك الصحه طب انت ما تقولش الحاجه دي طب لا ما انا ما كوبايه الشوربه